مرحبا، بدي احكي عن الـ Abstract Class والـ Abstract Method. هلا الـ Abstract Class هي مبدئيا كلاس نحنا مبدئيا ما فينا نستعملها بحد ذاتها، ف بيكون بقلبها يعني methods وهيك، بس ما فينا نعملها instantiation بحد ذاتها. اوكي، هلا إذا ماني غلطان طبعا، فنحن هون ببايثون رح نشوف إنه لحتى أعملها abstract class لازم هي تاخد، في عنا هذا الباكج يمكن ال ABC وهيك، فبتكون هي عم تاخد يعني هي يعني هون عملت لها inheritance، خليتها inherits من هذا ال ABC، وبالتالي هيدي وكأنها صارت abstract class. لكن حنشوف انه بنقدر نعمل لها instantiation، فهيدي فيها اثنين methods، واحدة normal وحدة اسمها do something. فهيدا instance ما عنده مشكلة فيها. اوكي، وهون بيقدر يعمل call عادي جدا، هي قدر يعمل call ومشي حاله. انما القصة وين؟ اذا نحنا اذا في هذه فكرة الابستراكت كلاس، الابستراكت ميثود هي شغلة ما بتمشي لحالها الا بالتعاون مع ابستراكت كلاس. هيدي بالنتيجة هيك طلع معي هون ببايثون بالتجربة يعني. فلحتى نحن نعمل الابستراكت ميثود لازم نستعمل هيدا الديكوريشن. فدو سمثينج هلا صارت هي ابستراكت ميثود، وبالتالي هلا استوعب لها. هلا هون ما عاد في اعمل لها instantiation لانه صارت فعليا abstract class وفيها abstract method. يعني هذا لازم نحفظه هلا، abstract class مع abstract method هي فعليا هي هون فعليا ساعتها بنكون عم نجبرها للكلاس انه عن جد تكون abstract class، ما في استخدامها مباشرة الا من خلال حدا يكون inherits لها، مثل هيدا مثلا، مثل هيدي الكلاس C1، هي لازم هي C1 نسميها C كبيرة افضل. اوكي، اذا هيدي كلاس C1 سي كبيرة، ف هيدي كلاس C1 سي كبيرة، وهذا فاريبل او مثلا فاريبل منها. هلا هون اذا بدي اعمل كول هيدي ما حتزبط معي لانه مشكلة بأول سطر هون، ما في اعمل instantiation لانه في abstract method ومنا معرفة. هلا abstract method هون نلاحظ هيدي مشكلة تانية او خبرية تانية، انه هيدا عندها implementation كمان. هيدا امر غريب، هي ممكن يكون عندها implementation، هيدا منها مشكلة، وهذا شي واضح هون بقلب هون بهيدا التوتوريال abstract method. تنشوف هون شو عامل فعلا، هون هي عامل implementation لقلب، و حتى بيقدر هي هون بعدين هون عامل inheritance، هو عم يورث من الابستراكت كلاس اللي هي فعليا ابستراكت كلاس وفي عندها ابستراكت ميثود. ف وحتى قدر يعمل هون هو مجبور يعمل implementation لها من جديد، مجبورين. اذا ما بنعمل implementation بفتكر فينا ما نعمل implementation، بس إذا بدنا نعمل call لهاي، يعني إذا بدنا نعمل instantiation ل element ل variable من هون، ساعتها لازم نعمل implementation. هات نجرب، فدي رح أعمله إن اتفقنا ما في أعمل instantiation لهاي، فهمنا. رح أخلي حدا يورث منها. هلا مجرد الوراثة هيك بعتقد ما فيها مشكلة، هي فعلا سواها ما فيها مشكلة، ولكن كمان لأنه نحنا بعدنا لحد هلا بهيدي C1، يعني لا بالابستراكت كلاس ولا بالC1 أنا يعني هيدي عندي ابستراكت ميثود وبعدها ابستراكت لحد هلا، حتى بالC1 بعدها ابستراكت، ساعتها هيدي كمان رح ترمي لي نفس الايرور اللي هون حيكون هو زيرو، كانسل شيت ابستراكت كلاس كذا، بس حيسميها تحت C1 يمكن with abstract methods do something. حتى نجرب كانسل بالضبط with abstract do something، فاذا لحد ما حدا يورث منا مثلا C2، خليها تورث من C1 مثلا،
هون اذا بعمل do something بدنا نشوف مباشرة do something self كما دي ياخدها اوكي لا ما هو حق ما هو حق ما يعرفها لانه بيقول لك انه لا اصلا هو ما مفكر بالسيوان لحد هلا فهي بالنسبة له ما مش حيعرفها فما لنا مشكلة do something هلا صار عاملين implementation هذين هنا هون اذا انا بدي اعمل override مثلا print a newly defined مثلا do something method okay هلا اوكي و هلا عملنا لها overriding هلا اذا بقول له c2 مثلا equals c2 هيدي ما فيها مشكلة هلا حتى في اعمل call c2 dot do something حلو ثلاثتهم موجودين do something اكيد حياخد الجديد مش حياخد القديمة ابدا فحتى نعمل لك call of takes almost see the cell phone بس لأنه كلاس على أساس إنه هيدي مثلا منا static method أو شي هيك أكيد طيب ليش فإذا نحن بنعمل implementation لهاي لأنه في استخدم super dot هذا في استخدمها محل ما بدي حتى نعملها هون super dot فإذا هي أس صغيرة شو MRO كمان ما بيعرفها ما هي السوبر يعني بيطلع على الكلاس الفوقانية do something كمان اوكي سوبر has no attribute do something هي type object super هي يعني انا بدي انا ما بدي type انا بدي ال object نفسه عظيم هي some implementation هي اللي كانت هون يعني الخلاصة انه لما يكون عندي abstract class ف هن بيشتغلوا هول بالتعاون مع بعض abstract class و abstract method ما في يعمل instantiation الا ما تكون كل ال abstract methods معرفين ما بيكفي واحدة تكون معرفة واحدة لا يعني مثلا اذا هون بال هذا الاي مستحيل يتعرف من بعدها يعني اذا نعمل هيك حيرمي هون نفس الارور اذا بدي مشيها ما حمشي بس سي 1 رح خليه حتى نعمل مثلا تعال نسميها another abstract method او abstract method 1 abstract method 1 print abstract فإذا متى نعمل هاي أكيد هون حيرمي error لأنه بيقول لك can't associate with abstract methods كلهم فعلا فهذه هي انه كلهم لازم يكونوا معرفين فاذا هون بجي بعرف بس وحدة والتانية لا تعال ناخد شو اسمه ما بيعرفها كمان اياها abstract method 1 كمان حيرمي error فحيعترض على مين على do something اوكي واذا هيدي بعملها do something ساعتها بيعترض على الثاني بيعترض على abstract لازم يكونوا اثنيناتهم كلهم اذا هون مثلا do something one بيعترض على اثنيناتهم برافو
هلا في شغلة كمان مهضومة شوي، ما بعرف إذا أنا حطيتها أو لا بعد. هي إذا هلا بما إنه هيدي أبستراكت كلاس، فيها أبستراكت ميثود 1 و 2 سمث، فيها اثنين مثلا، ما في شي بيمنع إنه نحن بشي محل مثلا تعال نورد. هلا السي 1 هي صارت كلاس عادية جدا، لازم يكونوا معرفين فيها حتى نعرفهم كيف ما كان. def مثلا abstract do something. هلا لازم اوكي اخذها وفعلا نفذ الدو سمثينج. دو سمثينج هلا ما بيعمل شيء، هي باس هون. فبما انه السي 2 بيورث من السي 1، والسي 1 من الابستراكت كلاس، والسي 1 هو فعليا كمان ابستراكت كلاس بياخد اي بي سي، فاذا بجي انا هون بالسي 2 مثلا اوكي، هي على فكرة مهضومة هاي. اذا كمان a newly defined، هلا اكيد هون سوبر دوت دو سمثينج طلع على اول وحده ولا شيء، فا اكيد انه ما اخذ دو سمثينج اللي فوق، اخذ دو سمثينج اللي هون. مثلا نعملها اهضم شوي، print in c1 اوكي. صحيح، هو صحيح، فبياخد ال ان سي 1 وبياخد ال دو سمثينج اللي فوق، بس مش هذا اللي كان بدي اقوله. فهون لنقول هون واحد خطر على باله انه والله عمل امبلمنتيشن لهول، لكن طلع معه انه كمان بده يزيد ابستراكت كلاس، ابستراكت والابستراكت ميثود 1 ما جابها هاي هون. ما بعرف اذا كان ظابطه معه انه يعمل ديكوريشن هيك. غريب الكلام، شوف شو قصته هاي. المهم انه اذا واحد عمل ابسر، ما بتسميها ابسر، بسميها ابس ماث ان سي 1 مثلا سيلف، و اتفقنا انه الابستراكت ميثودز فيها نعمل امبلمنتيشن اني ثينج ان سي 1. هلا ما في مشكلة هون، بس هون اكيد حيرمي ايرور لانه ما في اعمل انستنشيشن، مجرد ما يكون في اي ابستراكت ميثود فهي بيجي لهون. هو كان قبلين انه نعمل له هي، اكيد انا هون ما عم يفهم على هاي نيم ابستراكت مثلا از نوت ديفايند، فما بعرف اذا هيدي بج او شيء، اعتبرها مثل الكيورد بالنسبة له. للاسف هاي الشغلة مش منيحة ابدا، ما بعرف ليش اخدها. معك الاحوال يعني، هذا كان اللي بدي اقوله. هاي جولة هيك سريعة شوي على الابستراكت ميثودز. يعني بالخلاصة هن بيتعاونوا مع الابستراكت كلاس، ممكن يكون عارض اعمل ابستراكت كلاس بلا اي ابستراكت ميثود ممكن، ولكن هن يعني انوجدوا مبدئيا لا يتعاونوا مع بعض، وبس هيدا كل شيء مبدئيا.